السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده محرك بحث الأبحاث العلمية، وما شاء الله عليه فيه كمية أبحاث كبيرة جدا بالعربي والإنجليزي. إن شاء الله نتمنى إن هو ينافس ريسيرش جيت. شكرا للمهندس أحمد نفادي، هو اللي عامل الموقع دوت. فيه شوية أبحاث قيمة، وهتلاقي حاجات أغلبها خاصة بالعمارة، إن شاء الله تبقى فيها تواصل أكتر بإذن الله. تقدر تعمل فلتر مثلا، عايز بحث في تبع جامعة معينة أو كاتب معين أو حاجة معينة، ممكن تقول له مثلا عايز تعمل سيرش، ونقول له مثلا عايزين ندور على كلمة مثلا مثلا الأزهر. هتلاقي حاجات خاصة بالتنمية العمرانية والمناطق التاريخية في المدن القديمة، الأزهر والحسين والغورية والشارع التجاري بالنظرية التطبيق. ما شاء الله، يعني أبحاث قائمة بإذن الله.